تعليمات الرئيس لمعالي الوزير قبل تطبيق التسعيرة الجديدة مراعاة محدود الدخل، وبالتالي فعلا اتحطت شرايح 50 كيلو الأولوية ب 11 قرش. تمام. ال 50 قرش، 50 كيلو دي ممكن واحد ينور شقة بخمس لمبات وما يستهلكش في الشهر 50 كيلو. لكن النهارده عشان تقول لي حضرتك اجي اشغل تكييف مكيف او اشغل خمس ست مراوح في الشقه وانا مش في احتياج اليهم، هيوصل ل 350 كيلو ويوصل ل 42 قرش كيلو. يبقى المواطن نفسه هو اللي بصير على نفسه وعارف دخله ايه، على اساس دخله يحدد استهلاكه من الكهرباء. طب يا فندم ده طبيعي جدا جدا، ده بيحصل. طبيعي جدا بيحصل لما حد يلاقي ان هو دخله بسيط بيحاول يوفر يوفر يوفر. هي دي اللي احنا بننشدها والوزاره بتنشدها، ان هي تبقى ايه؟ ترشيد الطاقه. يا فندم انتوا بالنسبه لكم ترشيد الطاقه معناه ما تستخدمش، مش معناه اللي انت مش عايزه ما تستخدموش. ما هو ما بيستخدمش غير اللي هو محتاجه. لا، يبقى حضرتك هيخش في الشريحه الاقل، وفي الشريحه الاقل هتبقى امكانيات اي فرد. يعني حضرتك النهارده لما يستخدم، لما ياخد لي 100 كيلو في الشهر ب 19 قرش، يعني هيدفع 19 جنيه. تمام 19 جنيه النهارده واحد حتى لو مرتبه زي ما الاستاذ بيقول 1200 جنيه يبقى هيقدر يدفعه. برضه لو هو هيستخدم لغايه 200 كيلو ب 21 قرش. عايز اسالك سؤال يا فندم، 200 كيلو دي عباره عن ايه؟ يعني ايه 200 كيلو؟ 200 كيلو صح. لا 200 كيلو دي لو هنتكلم بلغتنا احنا بمفهومنا احنا، بتشغل ايه في البيت؟ ممكن يشغل الانهار بتاعته، ممكن يشغل مروحه او مروحتين. تمام. ال 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 المعيشه، الحاجات اللي هي يقدر يعيش بيها داخل شقته. لكن اما نخش بقى في حته ان انا هشغل مكيفات وهشغل عدد اكتر من في مراوح، يعني ما اشغل مروحه او مروحتين وباش، انا مش قاعد في مكانين، انا مش هقدر اقعد في مكانين، انا بقعد في مكان واحد. المكان اللي انا فيه في غير قاعد في المكان الثاني. ماشي، هشغل مروحتين وهشغل لمبتين. تمام. مش مشكله. ليه مش يعني على مستوى الشهر مش هيوصل ل 200 كيلو، مش هيوصل ل 200 كيلو. فهو الانسان هو اللي بيحدد هو استهلاكه قد ايه.